عندنا قرنيت مصبت 22 دينار قرنيت حي فريسك. هذا القرنيت اختي انا مصبت حي وفريسك 22 دينار ارخص من اللحم. الحوت راهو ديما في مفضاه يطلع ويابط يشد السوم. عندنا الوراتا بروموسيون وراتا مزيانه حيه فريشكه ب 17 16 8. عندنا الليج الغراب مزيان ب 15 نلج. هذا الغراب الغراب 15 و 800 اختي الغالي. فريشك حي كل شيء حي وممتاز اختي الغالي. عندنا السوم منسوم في متناول الجميع. الحوت ديما في متناول الجميع على خاطر يطلع ويهبط ماهوش كيف من الحم ولا الدجاج. فهمتي اختي الغاليه؟ المواطن يقول لك الحوت نصور معاه ونروح. لا اختي الغالي اعطيني سامحني هنا عندنا تريلي ب 6000 باهي هذايا. انا اسمعني لحظه باش نعطيك حاجه اخرى. لهنا مش قاعدين نطبقوا في التصايره نتاع الحاكم راهو اللي هي 25% هكاك ولا حسب التقريب. هنا 16.8% هذه اختي مشري ب 15 اختي ب 15.500. القرنيت كيف كيف 18 نبيعوا فيه ب 20. ما عادش تخمم تو باش تعمل برشا فلوس. اعطيك تخمم باش تخدم على روحك. اذا كان باش تخدم مارش ما عادش تنجم تخدم. وين الرقابه؟ الرقابه مش موجوده. الزون دونك من الكبار كيما تو السكر مش موجود، الزيت مش موجود، الحليب مش موجود. هذه الامن الغذائي نتاع المواطن ما عادش موجود اختي الغالي. وين الدوله لهنا؟ اوكي من 25 جويلة ونحن نستناو وننتظر وما لقينا حتى شيء. مئاني كمواطن تونسي ما مسني من التغيير حتى شيء، ما مسني من التحول حتى شيء. دونك اللي تشد الكبار هذوك امورهم الكبار. الكبار اما نحن الطبقه هذه ويني؟ بوان دانتيروغاسيون، وين الدوله اش عملت للطبقه هذه؟ فهمت اختي الغاليه؟ البيع المشروط في كل بلاصه، باش ياخذ حليب يقول لك خذ ياغورت. باكو حليب يخطوه لك مغطي يقول لك هي لا اسمع نحب يوصل الكلام هذا. دابوز بربي بربي ما تقطعوش بربي جيتك بشي ربي جولانسيس باش تمشي تاخذ دابوزه خمر موجوده اون بلانير. الحليب يخطي فيه ولا ممنوع؟ بضحي المبكيات المضحك اختي الغاليه. الور لا يزلنا نخمو في المواطن. فهمتني؟ يزلنا نخمو بور دو بون مش حديث. يزلنا من لغه بلاتويت هاو 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 وصحيح ما فما حد شيء اختي الغاليه. دونك نخمو في كيفاش الدعم نوصلوا للمالي. الحوت فما بيع مشروط زاد في الحوت؟ لا ما عندناش بيع مشروط نحن. القليل ياخو والزوال ياخو اللي حتى نقص ما عندوش ياخو. تحت الطاوله فما؟ لا تحت الطاوله ما عندناش كل شيء فوق الطاوله اختي الغاليه. ما عندناش لوبيات كبيره في الحوت راه خاطر الحوت مربوطش عطاه ربي. وقت اللي ربي يعطي خير ويكثر الحوت يرخص، وقت اللي يبدا نو يطلع شويه، اما ربي يعطي خير الناس كل ترخص وتبيع. من المنتظر الاسفين باش ترخص ولا تزيد؟ هذا مش مربوط لنا احنا خاطر فما خلفيات اخرى اللي هي المازوت اللي هما اللي تاكسي اللي قاعدين يثقلوا فيه مع المواطن. الور لا تبع الفو بيان سويفي المارش معناها هذا الشوبي. عندنا الشوبي ب 18600 مزيان حاجه حي فريسكا فلويد مير زاد شفتوا عندنا الغراب زاد كيف كيف. هزنا كعبة الغراب هزنا هزل هاي كعبة الغراب هذه عادي. انا كعبة الغراب اختي الغالية قداش الكيلو هذاك؟ 16.8 وبيعوا فيه ب 15 دينار اختي الغالية. هذا على 15 دينار حي وفرشك. اسمهم حقيقية ولا جست قدامك؟ حقيقية اختي مادام هاك جيت عندك على عينيك. ها التعريف علاش الوي حقيقية. اسمعني مرشي العراوة راهو معروف مرشي الزوالي. نقول لك حاجة مرشي الزوالي لهنا وما يحس بالزوالي كان الزوالي. الور لا يفو بيان سيبلي لي جون العباد اللي تشد البلايص الفوق لازم تهبط على الواقع وتمس مش تقعد في البلاتويات ما عندها ما تعمل. لحظه بركه بالنسبه للعباد اللي تبدا في الدوله يلزمهم يكونوا يمارسوا يلزمهم البيروات حتى يعملوا شويه سبور ويخرجوا ويدوروا ويعيشوا مع المواطن. البيروات ما عندها ما تعمل. واضح اختي الرقم اللي نحكي عليه يلزم ندور حس حس كيما كان قبل في الخلافه الرشيديه. شوف ما يتهناش يغزو المواطن الجائع. دونك لهنا بوان دانتيروغاسيون. سوسه كانت بلاد الحوت تسمع فيا ملي حلت طبلبه الهباطه والحواته والعالم الكل حكايه حولوا لطبلبه. فهمتني؟ ولات الناس تجيب من طبلبه الحوت. فهمتني؟ ويبيعوه لنا لينا نحن. احنا ما عندناش كوامل ما نجموش نمشيو. واضح الحديث؟ هما عندهم الكوامل يمشي يجيب لك من طبلبه ويبيعهولك. معناها الحوت في عوض مش يتباع مره ولا يتباع مرتين. فهمتني؟ يشريه يربح فيك ويزيد يثقل عليك الترونسبور ويزيد يثقل عليك. فهمتني؟ كيف تجي تشوف الكيتونس نتاعه مثلا تلقاه مشري ب 15000 يخلط لك ليلك انت كبياع حوت كحواد وقديم وزمني مثلا. فهمتني؟ يخلط لك ب 20 دينار وما عندك حتى حل الا انك تشريه.
واضح الحديث، قداش تحب لي نبيعه مثلا، فهمتني؟ والغالي ما يتباعش مرتين اختي الغاليه، فهمتني؟ ومدوال غلاه كان الترك، وهذاك علاش ما عادش فما حوت وما عادش فما عباد تخدم، والناس تركت نصابها ما عادش عابه تخدم، فهمتني؟ اولا الدنيا ميته الساعه هي، وانت تعرف وضعنا احنا كتوانسه شنو، فهمتني؟ تعبين لابعد الحدود. 19800 اخويا هون الطايف، تسمع فيا اختي الغاليه، معناها وضع المواطن تعب، مسكين المواطن مسكين، فهمتني؟ يشوفون حل، يرجعوه الديوان هذايا نتاع سوسه، فهمتني؟ ويعملوا برنامج، يعملوا برام للحوت كيفاش يتوزع وكيفاش يتقسم، حتى تولي الامور ماشيه والامور هذه. ما عادش تسمع كلمه مواطن يقول لك الحوت غالي، فهمتني؟ ومشاكلنا لهنا الدخلاء يا اخويا 700000 واحد، اجي شوف اللي يخدموا هنا تلقى 10 من الناس عندهم انصابي، فهمتني؟ و30 ما في ما عنده حتى صيفه لهنا، ويزيد يضربك ويسبك ويهينك ويعيط عليك وما تلقى معاه حتى حل. 10000 مرجان صافا غالي غير شويه، ما صافا انا نلوج ولا يناسبنا وبرا. زوالي فما للزوالي واللباس علي فما للباس علي. المواطن التونسي اليوم يقول لك الحوت، احنا في بلاد الحوت وما نشبعانين بيه. هاني قلت لك فما الحوت للزوالي مثلا، انا مش خطري لي جويده هي تريلي تقعد تريلي الكبيره ولا الصغيره تقعد هي هي. دونك الزوالي يخو على قد يديه واللباس علي يخو على خشن شويه. كيما المرجان فما الغالي وفما رخيص، يعني خذيت متوسط ومرجان ياخذ مرجان. اما الناس ناس ما عادش حامده ربي، قبل الناس كانت يقولوا حمد لله، تو ما عادش يقولوها، ما عادش قناعه، ما عادش موجوده. يا سي دوماج ناخذ شويه حوت. ها باش ناخذ شويه وراطه. ولا بحري؟ لا لا بحري باش ناخذ بحري. وكاو قداش الكيلو؟ قال بس ما قداش كيلو؟ 8000 قال. اي طيح شويه زعما زعما. شنو الفطور اليوم؟ مقرونه يظل. هاي هاي شو تراها عادي مناسب ولا في المتناول؟ شو نقول لك فيه وعليه ربي يكون في عون الزوالي وكاو.